التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة، من بينها ملف التوسع في برنامج تكافل وكرامة. على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن اجتماعه اليوم بشأن منتجي الحديد والصلب تطرق إلى الاتفاق على بدء حل مشاكل الحديد في الموانئ فيما يتعلق باستقبال الحديد الخردة. كما أكد إسماعيل أن الاجتماع تم خلال الموافقة على مراجعة إجراءات الإغراق المتعلقة بالحديد، مشددا على أنه لا يوجد تغيير في أسعار الطاقة المطبقة في مصانع الحديد والصلب. يأتي ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء بعدد من الوزراء والجهات المعنية لمتابعة المقترحات المتعلقة بحل المشكلات التي تواجه صناعة الحديد والصلب.